والكرم. من جملة الكلمات المعروفة لمولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه هذه الكلمة: جنونان لا أخلاني الله منهما، يعني لا أبعدهما عني. طبيعي الجنون كل إسراف في شيء أو عدم السير بصورة معدلة يقال له جنون، ولهذا الشخص الذي لا يتملك أعصابه في أن يسير وفق العرف الاجتماعي إذا جلس في مجلس، طبعا هناك عرف اجتماعي سائد يجب على الإنسان أن يسير على نهجه، وهو قانون من جملة القوانين المنبثقة من طبيعة المجتمع. طبيعة المجتمع تفرض على الإنسان أن يلتزم بالالتزامات التي تكون عند ذاك المجتمع، قد يسأل مجتمع أوروبي أو مجتمع شرقي. مرة أشوف اختلاف بين المدينة ومدينة أخرى، اختلاف بين قرية وقرية أخرى، اختلاف بين دولة ودولة ثانية، وربما قريتين واحدة إلى جنب الأخرى، هذه عندها أعراف خاصة، عادات خاصة، وذيك الثانية عندها عادات أخرى. العادات اللي تكون في هذه القرية سائدة ربما إذا تريد تطبقها في مكان آخر عيب، عادات هناك تريد تطبقها هنا عيب. فطبيعة المجتمع تفرض عليك جملة أشياء لازم من تقعد بالمجلس تعرف أنه العادة المستمرة شنو، أنه في هذه القرية أو في هذه المدينة جلستهم شلون، الشايب وين يقعد، الشاب وين يجلس، أكو قوانين هالشكل يولا، أو عند الكلام التكلم شلون راح يكون، وأمثال هذه الأمور التي يلتزم الناس بها التزاما طبيعيا. يعني يولد الطفل ويرى أباه يعمل هكذا، ويرى والدته وعمه وخاله وجيرانه يسيرون على هذا الوفق، فهو يسير أيضا على هذا الوفق. فمتى ما خالف يعتبر إنسان مخالف. وإلا هو في الواقع، يعني لما ترجع إلى الواقع واقع الأمر، مو معلوم أن هذه الأعراف التي يلتزم بها أهل هذه الناحية هي صحيحة في واقع العقل والعلم وفي واقع الشريعة، مو معلوم. لكن على كل حال الخروج عليها يوجب الكلام ويوجب ربما العار والسبة وما شابه ذلك. السلوك الذي يسير عليه الناس يجب أن يكون سلوكا ممتازا، لكنه مختلف باختلاف الأماكن. الآن لما تروح لأوروبا تشوف جلستهم في المطعم وأكلهم يختلف عن بقية الأماكن، حتى الأكل حتى التقاليد هاي كلها من جملة الأعراف تعتبر. ربما إذا تريد تأكل بيدك هناك يعتبر شيء معيب جدا عندك. ربما في قرية ريفية إذا فد رجل دين يريد يأكل ملعقة يعتبر عيب عليه، لأنه يرونه خارج عن نطاق الدين مثلا. هذه كلها طبعا أعراف على الإنسان أن يلتزم بها ما دام لم تخترق حجب الشريعة، يعني ما دام ما بيها متصادمة بالشريعة ما بيها شيء أن يلتزم الإنسان بها. شو هو بالشارع يمشي، بالشارع يمشي إذا تحرك الحركة الفلانية أو فعل الفعل الفلاني يعتبر معي. قد هو في واقع الأمر عندهم فد أشياء مستعمليها أو متعلمين عليها زين، هي من أسوأ الأمور تعتبر، لكنه لما متعلمين عليها ينسون قضية وعين الرضا عن كل عيب كليلة. الآن مو موجود مثلا في قسم من الدول الشرقية والدول الغربية، تشوفه رئيس جمهورية شكبراته، رئيس وزراء، وإذا به يأخذ بيدي زوجته ليرقصان معا،
عرف هذا ما مستعمل عندنا من أخص العيب يعتبر عندنا، لكن عندهم فد شيء طبيعي لأن عرفهم سائد وعادتهم تسير على هذا المنوال. ربما أعمال إحنا نعملها عيب عندهم، أعمالهم يعملونها عيب عندنا. الشاهد وطبيعة هذا أول شيء. الشيء الثاني طبيعة الإنسان ما تستطيع أن تلتزم بالتعقل 100%. طبيعة الإنسان يعني أرقى واحد اللي تلزمه، خلي عنك المعصومين، أرقى واحد من البشر اللي تلزمه أعقل الناس ما يقدر يتزن 100% في جميع أوقاته. يعني هذا قد يشوفه بالمجلس من يقعد وبالشارع رجل وقير مهيب، مو معلوم لعله يقمز بالبيت، لعله عنده فريد حركات بالبيت، لو ما يسوي هالحركات هاي جسمه ما راح ينتج فريد نتاج ممتاز، ما راح يقدر يسلك سلوك ممتاز. ليش؟ لأنه طبيعة جسم الإنسان هالشكل. الذي الشاعر العربي يقول: وكل الناس مجنون ولكن على قدر الهوى اختلف الجنون. واحد يشوفه يقدر يمسك أعصابه من يمشي بالشارع، يمشي عدل، كلماته تكون متزنة، واحد آخر أخاف منه، زين بواعث داخلية أكو هو يكبح جماحها يسيطر عليها، واحد آخر يشوف سيطرته قليلة، ثالث يشوف كل سيطرة ما عنده، كل سيطرة ما عنده، ولذا يعتبر مجنون، الناس تضحك عليه لأن حركاته وسكناته غير اعتيادية. الشاهد فالخروج عن الشيء الاعتيادي عند الناس سلوك العام وعادات وتقاليد الأمة والإسراف في بعض الأمور تعتبر من جملة الجنون في لغة العلم، في لغة العرفان، في اللغة العربية. يعني يقال فلان عنده جنون العلم. جنون العلم شنو معناه؟ يعني أنه إنسان قد أتعب نفسه في سبيل العلم وكأنه لا يرى شيئا في الوجود إلا علم، دائما تشوفه متعب نفسه على مطالعة ودراسة وشي، فهذا عنده جنون، جنون العلم. وأحيانا يعبرون عن الجنون بالشيطان، شيطان العلم. فلان عنده جنون المال. جنون المال شنو؟ يعني يجمع أموال وبعدها يريد بعد، هل امتلأتي؟ فتقول هل من المزيد. هذا يقال جنون المال، عنده مجنون في المال. وآخر مجنون في الكرم. يعني شو يعطي في الكرم؟ لا يبالي أبدا، وقد يصل إلى درجة الإسراف، لكن مع هذا هو يرتاح من هالناحية. ليش؟ لأن هو ينظر من هذه الزاوية نظرة خاصة له، اتجاهه إلى هذه الناحية. وهكذا بالنسبة إلى الشجاعة، تهمنا على أن شجاع يعني قوي، زين، أما أنه يرمي بنفسه في فم الموت ولا يبالي أبدا حتى لو فرضنا أخطار كثيرة تحوط به، هذا يعتبر جنون الشجاعة. وطبعا في الصفات، الجنون في الصفات الخيرة ممدوح وفي الصفات الرديئة قبيح. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: جنونان لا أخلاني الله منهم، يعني خارج عن نطاق الشيء المتوسط أنا أعمل به. جنونان لا أخلاني الله منهما، شنو؟ الشجاعة والكرم. في الشجاعة أمير المؤمنين سلام الله عليه كان المثل الأعلى للقوة والشجاعة والبطولة، وكان لا يبالي حتى لو اجتمعت جميع الخلائق عليه كان لا يبالي به، ولذا كان يقول: والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنها. في الواقع مو معلوم، ربما يقتل إذا اجتمع الناس كلهم عليه، لكن مع هذا هو لا يخشى من القتل ولا يخاف من الموت. وعنده موضوع الكرم أيضا، يعني لا يبالي حتى لو بات جائعا هو يكرم غيره، حتى لو كان الكرم يضره هو يكرم غيره. مثلا في إحدى الحروب أمير المؤمنين سلام الله عليه يحارب، واحد من المشركين التفت إليه قال: يا أبا الحسن اعطني سيفك. استأذن سيف ويحارب به في ميدان الحرب، فرمى به إليه. استغرب ذاك،
قال يا أبا الحسن كيف ترمي بسيفك إلي وأنت أحوج ما تكون له؟ قال ما أصنع؟ إذا سألتني لا أجيبك إلا بهاك. شو يقول؟ وآية ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. آخر هم جياع وصائمين ورغيف من الخبز كل واحد حصل. مع هذا يجي يتيم يوم، يجي مسكين يوم، ويجي أسير يوم آخر. ثلاثة أيام جياعة يؤثرون غيرهم على أنفسهم. لما ترجع للحدود الشرعية، لما ترجع للقوانين الشرعية، ماكو واجب عليهم أن يعطوا شيئا حتى من اليوم الأول، باعتبار أن الإنسان يعطي إذا كان عنده عدل أم عدل. لكن إذا صار غصون أعوج ويبس، بس ما تريد تعدل هالمرة ينكسر، ما يفيده بعد. أموال يجمعها بعدين، لكن الآداب منين يجمعها بعد؟ إذا تعلم على السلوك القبيح وين يتعدل بعد سلوكه؟ خير ما ورث الرجال بنيهم أدب صالح وحسن ثناء. هو خير من الدنانير والأوراق في يوم شدة ورخاء. تلك تفنى، والعلم والأدب الزاكيان الباقيان حتى الفناء. ويتعلم الإنسان من سلوك والديه، من أعمال والديه، من أقوال والديه بالبيت بالخارج، يتعلم الشيء الكثير. الذي الشعراء عندهم، واحد من الشعراء عنده في أبيات شعرية لطيفة بالنسبة إلى السرطان. سرطان أكو حيوان يسموه عقرب الماء، هذا من يمشي أعوج بالماء. هذا قد أبيات شعرية لطيفة جايب بالنسبة إلى أولاد السرطان والسرطان، من أنه هذا الحيوان يمشي أعوج وأولاده كلهم يمشون مثل الدوية. شلون الشاعر يقول؟ يا أب إن كنت أخا حكمة هز عصا التأديب من ابني، فإنما أنت بتأدبه، أنت أدبه من أول يوم. أمير المؤمنين سلام الله عليه يلتفت إلى ولده الإمام الحسن، يقول لبني حسن أحرز حظك من الأدب وفرغ له قلبك، فإنه أعظم من أن يخالطه دنس. واعلم أنك إذا افتقرت عشت به، وإذا تغربت كان لك كالصاحب الذي لا وحشة معه. وما الإنسان لولا الأدب، يعني لولا التربية الصالحة، إلا بهيمة مهملة. كلمت واعلم أنك إذا افتقرت عشت معه، وإن تغربت كان لك كالصاحب الذي لا وحشة معه. ليش؟ لأن هذا إذا افتقر محبوب عند الناس، خالط الناس. يقول أمير المؤمنين خالط الناس مخالطة، إن عشتم معها حنوا إليكم وإن متم بكوا عليكم، لكثرة المودة بين الطرفين والشفقة. فهذا قطعا لما يكون فقير إذا نزلت به الأمور، على كل حال يعرف شلون يدبر أمره. وإذا مشى وحده يشوفه مؤدب، إذا اجتمع مع ناس يعرف شلون يكلمهم. شوف بعض ناس من يمشون إلى سفر 50 صديق يحصلون هنا، وواحد يشوفه عبالك شر يصدر منه، أحد أبدا. شوف القرآن الكريم مشحون في كثير من آياته بذكر المواعظ والإرشادات، يعطينا أمثلة متعددة على هذا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة،
أنفسكم أول ثم أهليكم، مسؤولين إحنا عن أهلهم. بعد يجيب لنا قضية لقمان سلام الله عليه. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بعدين